أهلا وسهلا مجددا ومرحبا جميعا. هذا الحلقة والحوار مخصص غالبا لموضوع الشركة هذه البريطانية اللي اسمها BAE Systems. الشركة هذه البريطانية هي تعتبر من أكبر مصدري الأسلحة في العالم. هي كانت شراكة من الحكومة والإمبراطورية، والحين طبعا كعادة الاقتصاد الرأسمالي أصبحت تعمل لحالها، لكنها متغلغلة جدا في المؤسسات التقليدية والدولة العميقة للإمبراطورية البريطانية لليوم. هي تقريبا تحدد السياسات الخارجية والداخلية، كما عرفنا من أيام تريزا مي، يعني لآخر أيامها، إنه تجتمع بشكل أسبوعي مع مدراء ورؤساء تنفيذيين من شركات الأسلحة، وخصوصا هذه الشركة اللي هي الأكبر، من ثاني أكبر أو ثالث أكبر على مستوى العالم. هذه الشركة الحين نجي هاي الشركة في صوب الإمبراطورية البريطانية، ونجي في الجانب الآخر النظام السلطاني في عمان. وما نعلم أنه النظام السلطاني في عمان تم فرضه وتعزيزه وتشكيل بروقرايت أشكاله، أشكال الحكم مختلفة على مر التاريخ، على مر 3-4 قرون الماضية، خلينا نقول قرنين ونص الماضيات للنظام السلطاني بالخاص. بس منذ بدء تنفيذ حملة العقول والقلوب، والذي عن بنتيجتها تمخض عنها فكرة رسخ ترسيخ الدولة المركزية وبيروقراطيتها وفكرها وأساليبها على الناس في عمان، وتوزيع بعض الامتيازات من ضمن الاقتصاد الرأسمالي للناس الخفيفين اللي هم حيكونوا حاجز ضد تحرك الناس أو لتمييع أفكارهم وخططهم الجماعية. الشركة عمان اليوم هي أكبر دولة تحت نظام الدولة العالمي ينفق على ميزانيته العسكرية والأمنية مقارنة مع الميزانية الرسمية أو الدخل الناتج القومي الإجمالي اللي هو GDP، تقريبا 12% أو زيادة شوية عن 12% من الدخل القومي الناتج القومي الإجمالي. نشوف هذا، طبعا بريطانيا لها نصيب أكثر من هالكمية، ونشوف كيف الفساد والجسر الإمبريالي وكيف التأثير وكيف الإنفلونس، وفي نفس الوقت هذا يتمثل أيضا في العقلية للنظام السلطاني. العقلية النظام السلطاني أنه خايف دائما من الناس، ما يثق فيهم، ما يعتبرهم أساسا أنهم عمانيين، أو يكره عندها الفكرة العنصرية أن هذول الناس أقل منه وهو تابع للطبقة الاستثمارية العالمية، هذول الناس لا شيء. طبعا في ناس أشخاص يرجعوا ويكرروا نفس الكلام بشكل مختلف، بشكل تحت شعارات مختلفة، مع بقاء الهيكل والسلطة ونفس البنية الهيكلية للسلطة نفسها، السلطة الظالمة الغاشمة في المنطقة. الشركة هي يعني لو نشوف أغلب الطائرات عندها، الطائرات التايفون، الجاكور، الـ16، كلها جت من BAE Systems. أنا بنفسي اختطفت وتم تعذيبي في سجون جهاز الأمن الداخلي، لأني كنت أرتب لمظاهرة ضد زيارة الأمير تشارلز لعمان لتوقيعه مع النظام السلطاني اتفاقية طيران ب3 مليار تقريبا أو 4 مليار باوند أو دولار. بنشوف أن هذه الأسلحة وهذا كله مرتبط أيضا ارتباط كبير بالواقع القمعي في عمان. يعني ف
لازم يعني هنا عشان نجي نشوف المفاهيم والأفكار وحتى عسكرة الدولة وعسكرة إنه الجيش هم أقوياء وإن الجيش لازم معنا وإن الشرطة كذا، هذه من ضمن عسكرة المجتمع. وأحيانا تجي حتى في الكلام إنه لازم نعذب هذا، هذا مجرم ولازم يقتل، وهذا معفوش وهذا يستحق، هذه عسكرة. شفتوا كيف المفاهيم تترسب؟ يعني مش بس أفكار وستركشر وبنية وهيكل، لا، مفاهيم تنزل تحت. فمثلا في سؤال عن فيديو ثاني عن اللي هو انه ان هذه شيوعية ولا كفر ولا إلحاد، الدولة المدنية الديمقراطية كفر وإلحاد أيضا. إذا نجي نشوفها يعني هي مش مشكلة هل فيديو دولة دينية، هل وش هو تعريفكم للمدنية أو الديمقراطية أو الدولة؟ أول شيء الدولة في عمان شيء جديد ما يجي 50 سنة، ما حد يقول إنه قديم وإمبراطورية. تعريفات تختلف، أشكال تختلف، مفاهيم تختلف. المساحة للسلطة المركزية اللي تقوم تأثير عليها وتنفيذ سياساتها تختلف تماما عن قبل السبعينات إلى ما بعد السبعينات تماما. فالدولة شيء فكرة جديدة، بيروقراطية الدولة هذه شيء جديد. المدنية، هل المدنية فقط مع أوروبا؟ إذن هنا في مشكلة. هل استخدام العقل فقط مع أوروبا؟ إذن هنا في نقطة أخرى. هل الديمقراطية بس بشكل واحد وشكل معروف وهو شكل أوروبي أو الغربي؟ الناس اللي تشوف أنه هو هذا بس المخرج، ترى هذا اللي هو شركة BAE تريده، إنه استمروا على نفس النظام، حافظوا عليه. إذا يعني طبعا هم ما يقولوا للشعب، ما يقولوا للدولة، الدولة العميقة لمشكلاتها، الناس اللي مميعة أفكارهم، الناس اللي دخلت هذا الواحد كان يقول له هندسة اجتماعية. هندسة اجتماعية قديمة جدا، مش شيء جديد يعني، وتتطور بسبب حملة العقول والقلوب للتحكم بالمستعمرات إمبريالية عبر حكم غير مباشر أو عبر مجموعة من الهياكل التي تخلي الناس خلاص مضغوطة في مكان واحد، ما يقدروا يطلعوا منها، ما يقدروا يفكروا خارجها. وهذا اللي نشوفه دائما، إنه ما فيه، لأن الأسلحة والمدنية والديمقراطية كله من عندهم. وحتى هنا نراجع مفاهيم مثل الحرب، العنف، أليس هذا عنف؟ أليس هذا حرب؟